صديقي العزيز الكابتن رضا البلتاجي. كابتن رضا مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا عايز اخد رايك في ثلاث حالات. اول حاجه ضربه الجزاء اللي احتسبت على الزمالك، راي حضرتك فيها ايه؟ وراي وكان القرار طبعا للكابتن وليد عبد الرازق. برحب بيك يا كابتن ميدو، برحب بضيوفك هادي ودار وكابتن احمد السيد. اهلا وسهلا بيك يا كابتن رضا، منور الدنيا. يا رب يخليك حبيبي. هل عندنا امكانيه عرض حاجه كابتن ميدو ولا العمليه صعبه؟ نعم؟ لا معناش الرايتس، انا اسف يا كابتن. يعني انت بتطمعني يا ميدو كده وبعد كده ترجعني تاني. ما هو كاس ما عندناش رايتس فيها يعني. طيب انا شايف ركله جزاء محتسبه لنادي الزمالك لنادي بروكسي، انا شايفها ركله جزاء صحيحه. النادي احتسب اسامه وراه وجاب منها الهدف الثاني لبروكسي. تمام. وضربه الجزاء، في ضربتين جزاء بقى بروكسي طالبوا بيهم، الاثنين على حسام عبد المجيد، الاولى اللي شد فيها الفانيلا والثانيه اللي حصل فيها التلامس. شو كابتن كلامك، كلمه سدي وخلاص يبقى في ركله جزاء، لكن انت دايما بتستخدم كلمه سوفت يا كابتن. للاسف النهارده التصوير تحديدا في اللعبه دي ما كانش بالدقه اللي انا واحده يا كابتن اللي كان فيها شد اللي هي الفانيلا. اللي كان ممكن يجي منها ركله جزاء بتاعت الثالثه. لا في كورتين يا كابتن رضا، الكره الاولانيه اللي الراجل رقص حسام عبد المجيد لجوه، ايوه دي، وحصل فيها شد. هوضح لك يعني، هل السد ده وصل لمرحله ان هو يؤثر او يكون سبب في سقوط المهاجم، ولا السد سوفت والمهاجم يعني زاد فيها؟ الحقيقه التصوير ما كانش واضح فيها قوي، لكن هي عايز اقول لك بكل امانه هي اقرب لركله جزاء. دي ايه؟ اقرب لركله جزاء. اقرب لركله جزاء اللي هي لو كان في فار. بص يا ميدو، لو كان في فار كان ممكن ياخد قرار ثاني غير كده. والكره الثالثه يا كابتن اللي حصل فيها تلامس، لا الثالثه دي اجزم انها ركله جزاء اللي هي بالقدم. لا دي عرقله يا كابتن، ضربه جزاء. دي ركله جزاء، وركله جزاء اتصور انها ركله جزاء صح سهله. بشكرك يا كابتن رضا. في اي حالات حضرتك عايز تتكلم عليها؟ نعم كابتن، في اي حالات حضرتك عايز تتكلم عليها تاني؟ لا هو طبعا في لعبه لتشيكابالا، انا شايف كان قرار حكم صائب وصحيح. لا بتاع تشيكابالا مش ضربه جزاء، مفيش فيها حاجه. اللعبتين دولت الاخيره خالص زي ما احنا متفقين على ركله جزاء العرقله بالقدم. اللي قبليها اللي اتسد في الايد، كنت اتمنى يكون التصوير اوضح من كده، لكن كاميرا زاويتها اللي ورا الجون وحشه قوي. لكن الكابتن ميدو مجمل فرقه بروكسي فرقه رائعه محترمه طبعا، اتصور بالشكل والاداء بتاع النهارده يستحق التواجد في دوري الدرجه الاولى. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن، ويعني وعايز حضرتك يعني توجه الكلام. انا عايز اعرف ايه الفرق في القانون ما بين انجلترا بالذات وما بين مصر. في كوره المدافع بتاع بروكسي عمل تاكلنج على سيف فاروق جعفر، في انجلترا 100% بيدوا احمر على طول، اللي هي بتبقى بيقول لك رجليك عاليه في الـ في, الـ في الـ بحييك يا كابتن ميدو. اللعبه دي تحديدا انا بعتبرها في مصر ما بيحصلوش حاجه فيها، دي ممكن تكسر رجل العين. كابتن انا بحييك، لو كان اللعبه دي لو عندنا حق التصويب ده حق اتكلم فيها نص ساعه مثل هذه يعني. العاب بعتبرها هي الخطا الافضح لاي حاجه في المباراه. يعني دي بتاعت النهارده ممكن جدا ينتج عنها ان اللعيب يغيب عن الملعب سنه. عزاؤه ان هو ما فيش فار، لكن النهارده بالشكل اللي احنا شفناه في اللعبه دي كانت بالغه القسوه. هو اعتقد ما حسبش حتى فاول، مش عارف حسب فاول ولا يعني حسب فاول. لكن دي كان لازم يكون معاها بطاقه حمراء. بشكرك يا كابتن رضا، شكرا يا فندم.